رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما حاز المحامد والمدائح أحمد وزكت منابته وطاب المحتد وتأثلت علياؤه والسبتد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح يروي بكوثره الظماء الهيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وفرج عنا يا مولانا بجاهه ما نحن فيه أيها الأحبة في الله الكلمة الآن مع فضيلة العلامة الشيخ ناجي راشد العربي البحريني فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد وجدت مجال القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقلي هذه المناسبة المباركة الكريمة يد الله جل في علاه سحاء تعطي المتعرضين بحسب استعدادهم فالإمداد كما يقول ساداتنا رضوان الله عليهم على حسب الاستعداد وكلما كان الإناء أنقى كلما كان العطاء أرفع وأرقى وأعظم وبقدر ما تسأل بصدق بقدر ما يأتيك من الله تبارك وتعالى العطاء بداية وقبل كل شيء أتوجه إلى الله تبارك وتعالى في ضراعة المستكين المسكين أن يرفع قدر سيدنا وشيخنا مولانا الذي علمنا وأحسن إلينا والذي نمى فينا ما شاء الله تعالى أن ينمي سيدنا وشيخنا العلامة العارف بالله تعالى الفقيه المفسر الذي كانت الفتوى طوع يده ولسانه والذي ما رأيته تلعثم يوما في فتوى وما رأيت له فتوى خرج فيها عن مقام التسديد والتوفيق الإمام العارف مولانا الشيخ إسماعيل صادق علوي في هذه اللحظات أستذكر من عطفه وحنوه وكرمه وإكرامه الشيء الذي يخجل الإنسان وأذكر للإخوة حالا من أحوال الصدق التي كان سيدنا الشيخ يتحقق بها وفيها فقد خرج من بيته إلى الله تعالى مؤثرا ما عند الله تعالى مخرجا الدنيا من يده فجاء التعويض وجاء الإكرام من الله تعالى في نفس اليوم أن يسخر له مكانا يسكن فيه ثم
يوفق بعض أحبابه فينشئ له هذه المضيفة، ثم يستمر المدد والعطاء ويزداد بحول الله آنا بعد آن وحالا بعد حال بسبب ما كان يعمر ذلك القلب الطاهر العارف بربه المقبل عليه بكليته من مقام الوراثة المحمدية ومن مقام التواضع والخضوع والخنوع لله. فأصبح الشيخ في مقامه عند ربه في برزخه وإكرامه بفضل الله وكرمه، وأصبح ذكره يوما بعد يوم يرتفع ويعلو، وهذه مضيفته يوفق أحبابه للاتساع والتوسع فيها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من يعمر هذه المضيفة معمورا مشمولا مكروما مكرما من الحق جل في علاه. وبعد، فمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة والواقع هو اليوم الذي شرف الوجود فيه، وهو اليوم الذي ادخره الحق سبحانه وتعالى ليبرز فيه أكرم الخلائق وأشرف الموجودات، وليبعث في عالم البروز ما كان مكنونا في عالم خفاء عن بصيرة البشرية، وهو أمر بارز معلوم عند الحق جل في علاه في مكنون علمه الخفي. كان حبيب الله ومصطفاه الأول في كل مقام من مقامات التعرف والعبودية لله، فكان الأول يوم ألست بربكم، ويوم الأول كان الأول في اليوم الذي أو في الوقت الذي أراد الله تبارك وتعالى أن ينشئ فيه عالم الموجودات في صورتها الوجودية قبل أن تكون في صورتها الحقيقية البارزة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الأول، وصدق القائل إذ يقول: أنت للكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع ختام. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء من طرق عنه أنه كان موجودا مخلوقا، كان عليه الصلاة والسلام مفاضا عليه بعالم من عوالم الكمالات، مفيضا الحق جل في علاه عليه من سر النبوة وحقيقتها كانت ذاته بحسب ما لا نعلم ويعلمه الله متحققة بالنبوة: كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. هذا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه له جزء من كمالاته مدرك، وله جزء من كمالاته بالنسبة لنا معاشر المخلوقات، وخصوصا نحن البشر جزء من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم لنا غير مدرك على الحقيقة. لكن واجبنا الإيماني يقتضي منا وجوب وتحتم الإيمان بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار تبين مكانة هذا الحبيب. إن من أهم ما ينبغي أن يتوجه له أحباب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحرص الكامل على سنته عليه الصلاة والسلام، يتلقفوها ويقوم بها تعلما وتعليما وتحققا
بها في عالم الوجود والبروز، فهو عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن سنته العطرة المباركة هي التي توصلنا إلى ما نريد من كمال المرافقة له ومن كمال مرضاة الله تبارك وتعالى عنا. إن أعظم ما ينبغي على الأمة أن تتحقق به في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مقام الفرح بذاته عليه الصلاة والسلام. يجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يفرح في اليوم 12 من ربيع الأول، لأنه اليوم الذي ولد فيه حبيب الله ومصطفاه. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من ربيع الأول عام الفيل بعد الفجر أو عند الفجر، كما جاء ذلك بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جابر، وقد أخرج ذلك الجوزقاني في كتابه. فهذا الوقت وهذا التاريخ وهذا اليوم هو اختيار الجمهور وهو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث الذي هو على شرط الشيخين. ففي هذا اليوم يجب على كل مسلم أن يفرح، ويجب على كل مسلم أن يعبر عن فرحه بهذا الأمر بما يحلو له من تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأول من شرع الفرح بهذا اليوم هو الحبيب الأعظم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قال الحافظ السيوطي: ومعلوم أن عم جده قد عق عنه صلى الله عليه وسلم. قال: فيحمل هذا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أنه عق عن نفسه بعد النبوة، يحمل على أنه شكر لله تبارك وتعالى على إيجاده وعلى بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أصل أصله الحافظ السيوطي في عمل المولد النبوي الشريف. هذا الفرح تأصيله في الصحيحين، وهو ما استنبط عليه الحافظ ابن حجر عمل المولد النبوي الشريف وجعله أصلا في هذا الباب، وعليه بنى من بنى ممن جاء بعد الحافظ استحسانا لاستنباطه واستحسانا لهذا النظر الثاقب، وهو ما يعلمه الجميع من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى المدينة المنورة به عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن هذا: لما هذا الصوم؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك الله فيه فرعون وجنده، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، ثم صامه أتباع سيدنا موسى عليه السلام. قام النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذا المبدأ ويبين أن هذا الأصل أصيل في الشريعة، وأن هذا الاستنباط ركين فيما يستحسنه الله ورسوله حتى يتعلم الأمة من بعده أن هذا أصلا يرجع إليه في استنباط الأحكام. فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه،
والحديث صحيح صريح نص واضح في أن سيدنا موسى صام هذا اليوم شكرا لله على ما أحدث له سبحانه وتعالى، على ما أحدث بكليمه عليه السلام من نعمة النصر والتمكين في الأرض وإهلاك عدو الله تعالى وعدو المؤمنين فرعون عليه من الله اللعنات وما يستحق. قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصل أصيل في عمل المولد النبوي الشريف. أما الفقير المفتقر إلى ربه فقد وجد للمولد تأصيلا أقوى من هذين وتأصيلا أصرح من هذين، وهو ما جاء من طرق، ما جاء من طريق سيدنا بريدة رضي الله تعالى عنه، وهو جاء من طريق سيدتنا عائشة رضوان الله عليها، وما جاء من طريق سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. الثلاثة يحكون واقعة، هذه الواقعة هي أصل أصيل، وهو مولد بالأمر الذي عهده الناس في يومنا. فروى ابن حبان وجماعة بإسناد صحيح وهو على شرط مسلم أن جاء من حديث سيدنا بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مغازيه فنذرت جارية إن رد الله رسوله عليه الصلاة والسلام لأضربن بالدف على رأسه وأتغنى. فلما عاد عليه الصلاة والسلام جاءت هذه الجارية السوداء وقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما لأضربن بالدف على رأسك وأتغنى. قال: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. قالت: إني كنت قد نذرت. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلست المرأة تضرب بالدف على رأسه وهي تقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا الحديث جاء في السنن من حديث سيدتنا عائشة رضوان الله تعالى عنها أن امرأة جارية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، هذه جارية نذرت إن ردك الله سالما لتضربن بالدف على رأسك وتتغنى. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا الحديث من حديث سيدنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن القيصران في كتاب السماع بسند رجاله ثقات أن هذه الحادثة حدثت هكذا. فهذان موقفان، موقف في الطريق يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس وبالدف، وموضع آخر وقصة تتكرر مرة أخرى. هذا هو المولد، هذا هو المولد، وهذا هو التعبير عن الفرح والسرور بذاته وبسلامته وبمقدمه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم حين أورد هذا الحديث وجاء يشرحه يقول: وفي هذا الحديث مسألتان. يقول: أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تفي بنذرها، ولو كان نذرها لا يجوز لم يأذن لها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا الحديث يقول فيه ابن القيم رحمه الله: وقد تثاب هذه المرأة بما فعلت لما عبرت به عن فرحها وسرورها بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لما رواه البيهقي رحمة الله ورضوانه عليه عبر عنه وعلق عليه بمثل هذا، أن هذا الفرح
وهذا السرور بالنبي عليه الصلاة والسلام مما هو مباح ومما هو داخل في جنس الطاعة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بها الناذر. هذا الحال يا إخوان كان حال الصحابة هكذا، كان حال الصحابة من المحبة لله ومن المحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام ما كان يحملهم على التفاعل مع ذاته الشريفة الطاهرة. روى الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه خرج في يوم يعس بالليل فرأى وسمع وتحين وراقب ونظر حتى إذا اطمأن على الأمة وهو يسير في اطمئنانه وفي سيره في ملاحظة رعيته جاء عليه رضوان الله فسمع صوت امرأة تنشد في الأسحار تقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الله الملك القهار، قد كان قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ فوقف سيدنا عمر وطرق الباب، قالت من؟ قال عمر، قالت مالي ولعمر، قال ناشدتك الله يا أمة الله افتحي. فلما ناشدها وأصر عليها وألح في ذلك فتحت، قال يا أمة الله أدخليني بينكما، أدخليني في هذه المعية التي تعبر عن معنى عظيم من معاني الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام. قام في قلب تلك المرأة الصحابية الجليلة التي عبرت عن فرحها وشوقها واشتياقها فعادت تنشد حتى إذا ما قالت يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار؟ قالت وعمر فاغفر له يا غفار، وهي تشير هنا إلى معية وحالة من حالات القرب والحب الصادق الذي فريت ذات المحبوب ذات المحب في ذات المحبوب، فأصبح التغيير حتى أن يدخل أحد بين المحبوبين ولو كان هذا الدخول دخولا صوريا ينحصر في مقام الكلام. حتى زعموني أحب هندا وميا، قد أتى الزاعمون شيئا فريا، ما لهند ولا لمي مكانا في فؤاد امرئ أحب النبي. هذا الحب الذي ينبغي أن ينغرس في ذاتنا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ونحن أشد ما نكون افتقارا إلى ربنا، ثم أشد ما نكون افتقارا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحب وهذا الشوق تفضل به النبي عليه الصلاة والسلام علينا قبل أن نكون. ففي صحيح مسلم وفي موطأ إمامنا مالك وفي السنن وغيرها دفن النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فقام على القبر وكأن عليه كآبة، فقال ليتني بإخواني. هذه الكلمة هزت أصحابه الكرام فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. في رواية في صحيح مسلم يود الواحد منهم لو رآني بماله وأهله. هل نحن بلغ شوقنا واشتياقنا إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه هكذا؟ فنحن على كمال مقامات الإيمان، ومن لم يكن هكذا فليبكي على نفسه وليعظم
العتاب لها وليعظم العتاب لها وليعظم اللوم والتلوم عليها حتى يتحرك فيها معاني الشوق إلى الحبيب المحبوب الذي قال لك أنت وأنا والجميع قبل أن نكون وقبل أن نبرز إلى عالم الوجود: ليتني بإخواني، ليتني رأيت إخواني. أفيكون هو متفضلا عليك وهو الغني عنك بأن يلبسك كسوة الأخوة ويرسل إليك رسالة المحبة، ثم يكون القلب جامدا ميتا، المشاعر معرضة، أيليق بأحباب